أعزائي المشاهدين، المهم سووا سبسكرايب، جرس التنبيهات، معروف هشام حداد. يقتحمون حياتنا اليومية دون استئذان، كل يوم الصبح. ها جايز، غطى على هذا الزر اللي موجود تحت الفيديو. أنا كتير مبسوط من دندا. كيف بدأ؟ محدش فينا دارس السوشيال ميديا. هيدا وجهة نظري هون هيدا عم تعمل هيك، وصرت عم دلب الواقع. حط ترايبود، حط الكاميرا، صورنا. وإلى ما يهدفون؟ كله موجود هناك في سوريا، قوات أمريكية، قوات بريطانية، قوات فرنسية. حسين يا ابن الحلال، أقسم بالله نفسي أصير مشهور. مشاهير المنصات، ليش ما بتعمل شيء من حياتك؟ الاثنين 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.